في مقولة بتقول don't judge the book from its cover، ولكن للأسف في المجتمعات اللي منعيشها دائما الناس بتحكم على الكتاب من غلافه، فلا بد أنك أنت تتبع هذه القاعدة وتتبع أنه الناس عم تشوفك من برا، عم تشوف ظاهرك بالنسبة لهم وهذا الإمبريشن اللي عم ينطبع عندهم. لذلك dress to impress، لا بد أنك أنت تهتم بمظهرك الخارجي وتغذي عقلك الباطن ببوزيشن عالي، بسلف استيم، تعطيك ثقة بالنفس لحتى تقدر تخلق نفسك وتحط نفسك في المكان الصح في السوق الصح لحتى تعرف تخدم عملائك بطريقة صحيحة. فلا بد أنك تبدأ من البرمجة الداخلية لحتى تقدر تطلع للعالم بكل ثقة والناس تشوف الثقة من عيونك قبل ما تتكلم. Dress to impress، درس لابد أنه نحن نتعلمه لحتى نقدر نوصل ونعطي انطباع عند الناس اللي عم نشتغل معهم وعم نأثر فيهم ونتكلم معهم.